طيب كلمتين بقى عشان خاطر الجدل اللي بيدور حوالين الاهلي والزمالك اليومين دول يعني بالذات، والاحتكاكات والعصبيه الشديده يعني. هو يا جماعه انتوا ليه مستقرين ان الزمالك ياخد بطولتين في اسبوع؟ ايه المشكله لما ناخد بطوله سوبر افريقي وسوبر محلي يعني؟ ايه مشكلتكم في كده؟ هو ليه كل ما نيجي نفرح انتوا تنكدوا علينا وتقولوا ده احنا واحنا؟ احنا على فكره احنا بنحب نادينا، حتى لو خسر مره واثنين وثلاثه و10 احنا ورا نادينا مش هنسيبه، عشان بس تبقوا عارفين يعني. احنا بنحب الزمالك، بنحب الكيان. قالوا بقى معرفش ايه عندكم، ايه رئيسكم ايه. احنا كمشجعين مالناش علاقه ايه بالموضوع ده كله. لازم كل ما نيجي نفرح تبوظوا الدنيا ويحصل حوار ويحصل كلام. ليه كل ما الزمالك يفوق ويكون هو اللي هيسيطر على الكره في الدوري وفي الكاس، وبقى تيجوا تقولوا لا ده الزمالك وتهبطونا وتحبطوا الفريق؟ فاكرين في 2010 2011 لما كان الزمالك بشبه نسبة كبيرة كان هو المسيطر وكان هياخد بطولة الدوري، حصل ايه؟ ساعتها قامت ثورة يناير، فاكرين؟ عشان خاطر هو طبعا كان ليه سبب اللي هو عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكل حاجة، ولكن ده كان صورة ثانية عشان خاطر الزمالك ما ياخدش الدوري، يعرقلوا الزمالك، اعمل ثورة وهوب الزمالك ما خدش الدوري ساعتها.